يوجد العديد من البرمجيات والحلول التي تستخدم في تصميم الرسومات، أشهرها برنامج ويلكم وداهاو وتاجيما. في سلسلتنا التعليمية هذه نشرح عملية التصميم باستخدام برنامج داهاو، وذلك لسهولة استخدامه وخياراته المتعددة، إضافة إلى توفر الكم الكبير من المهام والوظائف التي يمكن أن نقوم بها من خلاله. في هذا الحلقة نعطي نبذة مختصرة عن برنامج داهاو للتطريز، وسنترك التفاصيل للحلقات القادمة. من أكثر البرامج شيوعاً واستخداماً لدى مصممي الأزياء، والسبب يعود إلى أنه يتمتع بسهولة الاستخدام، إضافة إلى احتوائه على العديد من المميزات المبتكرة. وأهم من كل ذلك، نجد أن وظائفه الرائعة تتوافق مع أساليب تشغيل مكينة التطريز، وهذا ما لاحظه المصممون من أول يوم تم إطلاقه فيه. أكبر ميزة لبرنامج داهاو إمكان هي تصميم أفلام التطريز بالسكوين والخرز، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من طرق إدخال التطريز، حيث يوفر مجموعة متنوعة من طرق تحرير أنماط السكوين والخرز، وهذا يسهل صنع وتعديل أنماط السكوين والخرز المتعددة. وفوق هذا نجد أن القدرة على المعالجة المحسنة لأنماط التطريز كبيرة جدا وبأشكال متعددة للسكوين، مما جعل تحرير وتعديل أنماط السكوين والخرز ذو خيارات واسعة، وهذا يسهل بشكل كبير إنتاج التصاميم وتطبيقهم بسهولة أكبر. نقطة مهمة أخرى، وهي أن نظام داهاو إمكاد لصناعة أفلام التطريز يعمل بطريقة التتبع الوظيفي لنظام الحركة الكهروميكانيكية لمكينات التطريز. ومع انتشار أجهزة السكوين والتطريز بالخرز، أطلق برنامج داهاو إمكاد مؤخرا إصدار جديد من وظائف تطريز السكوين على الواجهات ووظائف صنع أفلام التطريز بالخرز الزجاجي، وابتكر داهاو إمكاد رموز وأشكال نكش جديدة. مميزات برنامج داهاو إمكاد: أول مميزة معنا هي الحشو المركب، فهو بكل سهولة يمكن إنشاء رسومات مغلقة ومعقدة، ويعمل البرنامج بذكاء لصنع غرز حشو لتعبئة الرسوم والأشكال. كما يمكننا ملء الغرزة المسطحة وتعبئة الحشو بنمط الستان وغيرها من أنماط الحشو. ثاني مهمة وهي تحميل الصور، يمكن تحميل الصور كخلفية، وهذا يجعل عمل أفلام التطريز أسهل. ثالثا رسم حواف الأشكال، يمكن من خلال تقنية الوظيفة المسننة تصميم أشكال ثلاثية الأبعاد أو التوضيح تفاصيل الورود بشكل أدق، كل ذلك في خطوة واحدة، على عكس عمله بشكل يدوي والذي يستغرق تنفيذ الوظيفة المسننة وقت أطول بالمقارنة مع البرامج الأخرى. رابع شيء، تخصيص الزوايا، نستطيع ضبط نتائج المعالجة في الزوايا عن طريق تخصيص حواف الزاوية، كما يتم دعم اثنين من تأثيرات الزوايا بما في ذلك الزوايا المائلة والحادة. خامس شيء، حشو الغرز المسطحة، يمكنك من تعبئة أحد جوانب التصميم إلى الجانب الآخر، وهذا ما لا تجده في طرق التعبئة التقليدية. سادس ميزة هي الحشوة الجزئية، في منطقة تصميم مغلقة يمكنك ملء دبوس التشغيل على النماذج المتساوية البعد بشكل عشوائي، كما يمكنك ملء المنطقة المغلقة بخط الموجة. سابع ميزة هي الحشو المميز، تمكنك من خلق تأثير حشو لحركة موجة الماء، كما يدعم البرنامج موجات الماء المفردة والمزدوجة، إضافة إلى إمكانية تخصيص تأثير موجات ماء بحرية. ثامنا، الاستنساخ الأفقي والعمودي، بعد تحديد مسافة النسخ الأفقية والعمودية يمكنك النسخ بسرعة في أربعة اتجاهات، أعلى وأسفل ويمين ويسار، وذلك باستخدام مفاتيح الأسهم فقط. تاسع ميزة، تكرار المصفوفة، بإمكانك نسخ سلسلة من الأشكال بطريقة دائرة أو مستطيل أو غيره. عاشر ميزة هي غرزة زجزاج متعددة، وذلك من خلال الغرز لتطريز الزجزاج المسطحة، كما يمكن تحقيق تأثيرات غرز التطريز بالخيوط السميكة وتحديد مسار الغرزة للزجزاج في اتجاه واحد أو في اتجاهين من خلال الإعدادات. 11. غرزة التعبئة المركبة، مشابهة نوعا ما للحشوة الجزئية، ولكن تختلف في طريقة التعبئة للمنطقة المغلقة، فهي تقوم بالتعبئة بخطوط متوازية داخل الشكل المغلق، ويمكن تعديل الإزاحة بين هذه الخطوط. 12. إزاحة تصميم معين، إنشاء عدد محدد من الكائنات الموازية للرسم البياني الأصلي على مسافة واتجاه معين، وبالنسبة للأشياء المغلقة تستطيع تحديد ما إذا كان تريد التوصيل حلزونيا أو لا، ومن الممكن تحديد طرق اتصال مختلفة للكائنات غير المغلقة. 13. التجزئة المخصصة، جعل منحنيات مخصصة أو أكثر كخطوط تجزئة،
واستخدام خط التجزئة هذا لتقسيم الأنماط المكتملة، وذلك لجعل تأثير الأوراق أو البتلات طبيعية أكثر. 14. تجزئة المنحنى. يمكنك عمل منحنى مخصص أو أكثر كخطوط مجزأة، واستخدام خط التجزئة هذا لفصل الرسومات أو الكائنات، وفصل الرسومات أو الكائنات الأصلية إلى رسومات أو كائنات متعددة. 15. وضع حواف مسننة مختلفة للرسومات. يوفر البرنامج مجموعة متنوعة من طرق معالجة الحواف المسننة، الأسنان الأحادية المسننة والثنائية المسننة، المعالجة حسب معامل التكبير وعدد التموجات. كذلك يمكنك من ابتكار مؤثرات خاصة. ثانياً، تطريز الحروف الأبجدية. يوفر البرنامج مجموعة متنوعة من الأجسام الفرعية المدمجة لتسهيل تحرير أنماط الحروف، ويوفر نمط الأبجدية معالجة الغرزة لتعبئة الحروف، كما يوفر مجموعة متنوعة من الترتيبات الأبجدية كالخط الروماني والخط العريض والأسود الناعم وغيرها من الخطوط. كذلك يمكنك من ترتيب الحروف من خلال أنماط متعددة كالقوس والدائرة والخط العمودي أو المنحنى الحر. من ناحية التعبئة الخاصة بالحروف، فالبرنامج يوفر لك خيارات كثيرة في تعبئة غرز الحروف. ثالثاً، وظيفة صناعة أفلام التطريز بالسكوين. أولاً، دليل وظيفة السكوين. باستخدام وظيفة السكوين في البرنامج، بإمكانك وضع قطع سكوين بمواصفات مختلفة حسب رغبتك على أساس الغرز اليدوية، وتعيين مواصفة السكوين ليتم وضعها في نفس الوقت أثناء نقطة الإدخال، مما يسهل صناعة السكوين غير المنتظم. ثانياً، وظيفة التعبئة الأوتوماتيكية للسكوين. باستخدام وظيفة التشغيل الآلي للسكوين، يمكنك وضع قطع السكوين ذات القواعد الثابتة على منحنى معين، ويمكن ضبط مواصفات السكوين ونمط الخط الثابت وكثافة السكوين، وسيتم إنشاء البرنامج تلقائياً وفقاً لمخطط الإدخال للسكوين. وظيفة الرش والحشو للسكوين. باستخدام وظيفة تحرير السكوين، يمكنك تحويل شكل واحد من السكوين إلى أشكال أخرى، أو قم بالتغيير إلى سلسلة من المواصفات الخاصة بالسكوين وفقاً لقواعد معينة، مما يؤدي إلى ظهور تأثيرات معقدة للسكوين. وظيفة نسيج السكوين. باستخدام وظيفة نسيج السكوين، يمكن تعيين رموز مختلفة للسكوين وفقاً لمخطط خريطة المتجه المرسومة، بحيث يتطابق نمط السكوين مع خريطة المتجه. عمل رسومات السكوين ذات الاتجاهين. يمكنك تصميم رسومات التصميم بالسكوين ذات الاتجاهين بسهولة كبيرة. رابعاً، وظيفة الخرز. يمكن للبرنامج التعرف على حبة الخرز تلقائياً والتعامل معه بطريقة ذكية لفهم حجم الخرز المراد تثبيته وتحديد سماكته، لأن الخرز الزجاجي يوضع بشكل عام على القماش، ووضعه يختلف عن الخرز اليدوي. كما أنه بالإمكان عرض موضع الخرز بشكل صحيح عن طريق ضبط ارتفاعه. في الأخير، آلية تصميم رسومات التطريز تختلف تماماً عن آلية تصميم الصور كالفوتوشوب والبرامج الأخرى، ورغم أنهم متشابهون في توصيل الشكل النهائي للتصميم، لكن الفرق في تصميم رسومات التطريز أنه يجب عليك فهم آلية الحركة الكهروميكانيكية للماكينة، بحيث أنك تحدد طريقة عمل الماكينة خطوة بخطوة. ففهم آلية حركة الماكينة يساوي 50% من مرحلة البدء في التصميم، عشان ما تسبب مشاكل كثيرة للماكينة بسبب تصميم غير متقن كالتقطيع وتكسير الإبر وغيرها من المشاكل. كما تشاهدون في الشاشة، فهذه الأقسام الرئيسية للبرنامج وهي كالتالي: منطقة الرسم، وهي المنطقة التي تكون في منتصف الشاشة ويتم فيها الرسم والتحرير للديزاين المراد عمله، ومن خلالها يتم تحديد آلية سير عمل الماكينة، وكذلك تحديد المقاسات والأحجام، وكذلك التكنيك اللي حيتم عليه التصميم، وتحديد بدايات ونهاية الكائنات. شريط الألوان، توجد هذه القائمة فيها على الشاشة وكذلك في الجانب الأيسر، وهذه الشرائط يوجد بها رموز أوامر التصميم اللي حنقوم بها في منطقة الرسم. الشريط العلوي هو الشريط الذي يقوم تنفيذ الأوامر الرئيسية للبرنامج كالحفظ وفتح ملف وتصدير ملف والاستيراد وتعديل طريقة العرض وغيرها من الأوامر. حنبدأ أولا بالشريط العلوي، وهي النقطة التي تضم كافة الأوامر والمهام. فخلونا نشرح أول قائمة فيه، وهي قائمة فايل أو ملف. تحتوي هذه القائمة على العديد من الأوامر التالية: نيو فايل أو ملف جديد، نقوم من خلاله بإنشاء ملف جديد أو تصميم جديد. Save File أو Save As File، يتم من خلال هذا الأمر تحديد المسار واسم الملف ونوع الملف، فنوع الملف هو الذي يحدد استخدام النسخة التي يراد حفظها، ومعظم ماكينات العالم تتفاهم مع صيغة الملف DST، ولكن صيغة DST لا يمكن تعديلها أو تحريرها مرة أخرى، فيجب حفظ نسخة DST عند الانتهاء من التصميم.
قائمة إيديت أو تحرير. أول أمر ظاهر أمامنا في هذه القائمة هي أندو أو التراجع. يتم من خلال التراجع عن أي أمر خاطئ، ويمكن القيام بهذا الأمر من خلال شريط المهام العلوي أو بضغط كاترل زد من لوحة الكيبورد. النسخ واللصق والقص، من خلالها يتم نسخ ولصق وقص الكائنات أثناء عملية التصميم. كما يوجد في برنامج داهو إيمكاد العديد من خيارات اللصق، وهي كالتالي: Object Position، وفيها يتم اللصق في الموقع الذي فيه الكائن. Center Current Stitch، وفيها يتم اللصق في منطقة دبوس الرسم في منتصف الكائن. Start As Current Stitch، وفيها يتم اللصق في بداية أول غرزة من الكائن. Abin to Tail، وفيها يتم اللصق في آخر غرزة للكائن. أيضا يوجد لدينا التدبيل أو Double Kate، يتم فيه تدبيل الكائن في منطقة معينة. ويوجد لدينا أيضا في قائمة Edit تسلسل التصميم أو Requences، من خلال يتم تحديد التسلسل اللي حيكون عليه عمل الماكينة، من خلال تحديد أولوية الكائنات اللي ستقوم المكائن بتنفيذها. وهناك خيارات عديدة لتسلسل أحداث التصميم ك Requence by Select، ومن خلالها يتم تحديد تسلسل أحداث التصميم أثناء تحديد الكائنات أول بأول حسب الرغبة. وعندما نحدد هذا الأمر، فكما تشاهدون تم عمل تسلسل أحداث التصميم كالتالي: هذا هو الأول، وهذا الثاني، وهذا الثالث، وهذا الرابع. Requence by Color أو تسلسل الأحداث بالألوان، يتم تحديد تسلسل الأحداث بواسطة الألوان. أيضا يوجد لدينا Requence by Position، ويوجد لدينا أيضا Requence by Number، وفيها يتم تحديد تسلسل الأحداث بواسطة رقم الكائن. كما يوجد لدينا في قائمة Edit أمر Select، وفيها يتم تحديد الكائنات بعدة طرق: العرض أو Show، وفيها يتم تحديد طريقة العرض. فمثلا عند الضغط على زر Show All، فإذا كان إسقاط التصميم في أي منطقة عند الضغط يتم عرض كافة الكائنات. Zoom، يتم التقريب والتبعيد في إسقاط التصميم. ويوجد أيضا في قائمة Edit Color Object، في هذا الشريط يتم عرض كافة الكائنات التي تم تصميمها في الملف، ويمكن إظهار وإخفاء أي كائن. أيضا يوجد لدينا Stitch List، في هذا الشريط يتم عرض كل مهمة للغرزة. من خلال قائمة Show Function يتم تحديد الفانكشن اللي ستقوم بها الماكينة كمهام السكوين أو القص أو إرسال أي أمر آخر من خلال هذه الغرزة. وكذلك في قائمة Edit يوجد لدينا أمر Toolbars، يتم فيه تحديد عرض الأوامر المستخدمة في التصميم Toolbars Layout، من خلالها يتم حفظ مواقع أدوات الأوامر، ويتم تحميل مواقع أدوات الأوامر محفوظة مسبقا. الآن يوجد لدينا قائمة Insert، من خلال هذا الشريط يتم تحديد أدوات الأوامر المراد عرضها. خلونا في البداية نعرف ما هو الفرق بين Drawing Design و Stitch Design. بالنسبة لدروينج ديزاين، من خلال شريط أوامر الرسم هذا لا يتم فيه تصميم أي غرزة، ولكن يتم رسم فيه تصميم الشكل فقط. يستخدم هذا الشريط لإنشاء إسقاطات رسوم التطريز اللي تحتوي على غرزة يوجد بها عدة أشكال للرسم: الخط المستقيم، رسم الخط المنحني، الرسم الحر، رسم أشكال الدوائر والمربعات والحلزوني. يمكن تحديد سماكة الخط من خلال شاشة إعداد الكائنة. طريقة عرض الغرزة، يوجد عدة طرق لعرض التصميم الذي يتم تنفيذه، وهي كالتالي: أول طريقة عرض، وهي طريقة عرض المنتج النهائي أي الستيتش فيو، وهنا يتم عرض التصميم بنفس الشكل اللي سيكون عليه بعد تنفيذ التصميم على الماكينة الأوتلاين، ومن خلالها يتم عرض خط حدود الكائنة ستيتش بوينت، من خلالها يتم عرض نقاط الغرز البيضاء. فعندما يكون هناك نقطة بيضاء تعني بأنها توجد غرزة ستقوم الماكينة بها. الكونكتر، من خلال ضغط هذا الزر يتم عرض التوصيل بين الكائنات أي المناطق التي لا يوجد بها غرز. فانكشن سيمبل، من خلال ضغط هذا الزر يتم عرض أماكن المهام التي ستقوم بها الماكينة. فمثلا رمز المثلث تعني أن الماكينة ستقوم بعملية قص، ورمز المعين يعبر عن نقطة بداية عمل الماكينة، ورمز الموجب تعني نقطة النهاية. كما يوجد أيضا طرق أخرى لعرض منطقة الرسم، فتكون هذه الطرق التالي: طريقة العرض الجرايد، من خلال هذا الأمر يتم إظهار مربعات في الخلفية تحدد المقاسات التي سيتم تصميمها، ويمكن تحديد المسافة بين المربعات حسب رغبة المصمم. Repeat Show، يمكن من خلاله تكرار عرض التصميم، ويمكن تحديد إعدادات التكرارات والمسافة بينها. Drawing Show، من خلاله يتم عرض كائنات الرسم العادية فقط. Image Show، يتم من خلالها عرض الصورة الخلفية التي سيتم التصميم عليها. رولر أو المسطرة،
من خلالها يتم عرض المسطرة الذي يتم من خلالها تحديد مقاسات التصميم، وكذلك يمكن عمل مسطرة مخصصة حسب رغبة المصمم. All Design عرض كافة الكائنات التي تم تنفيذها على منطقة الرسم. كذلك يوجد لدينا زر عرض Numbers عرض رقم الكائن بتسلسل الأحداث. كما تشاهدون تم تحديد تسلسل تنفيذ هذه الكائنات، فهذا هو الأول والثاني والثالث. Transform يتم من خلالها تعديل مسار الكائن، فهو أداة مهمة لانعكاسات الكائن الأفقية والعمودية، وكذلك تدوير الكائن 90 درجة و 180 درجة أفقيا وعموديا. الترافل من خلال هذا الأداة يتم تشغيل تسلسل الأحداث التصميم حسب عمل الماكينة، وهناك عدة خيارات لعرض تسلسل الأحداث. أولا Run Design Start Travel، من خلال هذا الأمر يتم تشغيل التصميم ومعرفة حركة مؤشر التصميم. Previous Object يتم التنقل في تسلسل الأحداث للكائن السابق. Previous Segment يتم التنقل في تسلسل الأحداث للقسم السابق. Previous Color يتم التنقل في تسلسل الأحداث للون السابق. Previous Function يتم التنقل في تسلسل الأحداث لوظيفة ما في الماكينة كالقص وحركة السكوين، حيث أن السكوين تعتبر من وظائف الماكينة وليس غرزة. Run Brave Sequin Stitch من خلالها يتم التنقل في تسلسل الأحداث لوظيفة السكوين السابقة. قائمة Stitch من خلال هذه القائمة نستطيع تخصيص وتشكيل الغرز. أول أداة توجد لدينا وهي Stitch Type، يتم من خلالها تحديد نوع الغرزة. الإفكت من خلالها يتم عمل تأثيرات مختلفة للغرزة، سنتحدث عنها لاحقا. Auto Start and End من خلال هذا الأمر يتم تحديد نقطة البداية والنهاية لتصميم معين، وهناك عدة خيارات. أول خيار لدينا هو First Stitch، يتم تحديد البداية والنهاية من أول غرزة، والLast Stitch يتم تحديد البداية والنهاية من آخر غرزة. Design Position يتم تحديد البداية والنهاية من منتصف الكائن. Organ من خلالها تستطيع عمل نقطة بداية ونهاية مخصصة حسب رغبتك. Short Stitch تحديد المسافة بين كل غرزة وغرزة، فالمسافة المسموحة كحد أدنى من 0.3 ملم إلى 3.3 ملم. كما توجد لدينا قائمة Option، وعند الضغط على أداة Other من خلال هذه النافذة يتم عرض إعدادة البرنامج بالكامل، كعرض وإخفاء الشرائط وطريقة التصميم المفضلة، وكذلك طريقة التنقل أو Scrolling، مزامنة بين الماوس ومؤشر التصميم. كذلك في وظائف السكوين والخرز من خلال نافذة Custom Machine Code يتم التعرف على أنواع وأحجام السكوين والخرز، بحيث تعمل على عدة أنماط وأحجام وأشكال، فيعتبر هذا البرنامج من أفضل برامج التصميم اللي تتعامل مع السكوين والخرز. كما تشاهدون يوجد عدة أنماط قمت أنا بتصميمها A B C D A B E F G H. سنتحدث عن كيفية تصميم البرق أو السكوين والخرز وكيفية تحديد الأنواع في الحلقات القادمة إن شاء الله. قائمة لانجوج يأتي برنامج داهو إمكاد بثلاث لغات، هي الإنجليزية والصينية والتركية، وقريبا إن شاء الله ستكون متوفرة باللغة العربية. أعتقد هكذا قد شرحنا لكم أهم نقاط وأساسيات برنامج التصميم داهو إمكاد، بحيث تكونوا مستعدين تماما بإذن الله للحلقات القادمة لتنفيذ أجمل التصاميم والأشكال وتنفيذها وفهم كيفية تصميمها. بإمكانك الطلب والاستفسار عن ماكينات الخياطة والتطريز بالتواصل مع فريق مبيعات تايلور المدرج أسفل الشاشة، وبإمكانك أيضا شراء برنامج داهو إمكاد لتصميم رسومات التطريز من خلال الرابط الموجود في صندوق الوصف. ولا ننسى أن نذكركم بالحلقات القادمة واللي راح نشرح لكم فيها كيفية تنفيذ رسومات احترافية. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والمشاركة للفيديو، وكذلك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، بالإضافة إلى متابعة صفحة تايلور في جميع مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة كل ما هو جديد وحديث في تكنولوجيا الخياطة والتطريز. الحكاية كلها إبرة وخيط، لنا تواصل آخر في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.